ورجعنا لكم مرة تانية وبينورنا النهاردة محمد عصام الناقد الرياضي. منور الدنيا يا عصام، مساء الفل يا مها، ايه عامل الاخبار؟ ايه؟ الحمد لله كله كويس يا رب دايما. يا رب ان شاء الله. عندنا كلام كتير جدا، ولكن خلينا نبدا يعني من اخر الاحداث اللي حصلت امبارح وبيان مجلس اداره نادي الزمالك فيما يخص استمرار وبقاء زيزو مع نادي الزمالك، وخاصه انه طبعا كان مطلب جماهيري باعتبار زيزو من اصول نادي طبعا الزمالك. يعني شفت البيان ده ازاي وشفت الحفاظ على القائم الاساسي ازاي؟ بيان مهم جدا، بيان الى حد ما طمن الجمهور شويه ان زيزو مكمل معاك الموسم اللي جاي. زيزو اغلق خلاص ملف الاحتراف، الارقام اللي اكيد اللي كانت معروضه على زيزو ارقام مغريه جدا، اللي سواء معروضه على زيزو او معروضه على الزمالك كل ده كانت ارقام كبيره، وكان الارقام دي قادره فعلا تحل مشاكل، لكن يعني مش هو ده الحل. الحل ان انت فعلا تحافظ على القوام الرئيسي بتاعك، وده طبعا بيان صائب جدا وبيان صح جدا، ونزل في وقت الجمهور فيه كان في حاله لغط وحاله جدل كبيره ان زيزو ماشي، زيزو قاعد، طب زيزو مصيره ايه، طب زيزو موقفه ايه، فده الى حد ما خلى الدنيا شويه اهدى. وكمان كلام زيزو كمان اللي قاله للجمهور ان بالظبط زيزو سهل المهام اكتر، بالظبط يعني كلام زيزو كمان ان هو يعني موجه كمان رسالته للجمهور ان انا موجود هنا علشانكم انتوا، انا موجود هنا عشان خاطر نكمل المسيره بتاعتنا ونكمل الشغف اللي احنا واصلين ليه ونحقق بطولات اكبر، فده حاجه برضو طمانه الجمهور شويه. ويمكن الناس نسيت كل حاجه ونسيت اي حاجه بتحصل وركزت خلاص مع زيزو، ان زيزو انت اللي موجود وانت اللي مكمل، والبيان برضو خلاص انت اللي موجود وانت اللي مكمل، فدي كده كانت خطوه انتهى خلاص منها مجلس الاداره بشكل كويس، بجانب بقى ملف التجديد ان شاء الله اللي هيشتغلوا عليه يعني. ولكن زيزو وحده مش كفايه، ايه الحاجات اللي المفروض مجلس الاداره برضو يشتغل عليها الفتره اللي جايه ومستر جوميز يشتغلوا عليها الفتره اللي جايه، خاصه ان انت داخل على منافسات كتيره جدا. خلينا نكون متفقين ان الزمالك لو هينافس بالقوام اللي موجود عظيم جدا، لو انت هتنافس في بطوله واحده تمام بطولتين هتقدر تحققه، بس لو هتنافس على دوري وكاس وسوبر افريقي وسوبر مصر لا اعتقد هتبقى صعبه شويه. هو المفروض المجلس دلوقتي شغال دلوقتي على ملف الصفقات بالتنسيق مع جوميز، يمكن جوميز عودته من البرتغال خلت الدنيا الى حد ما تتسرع شويه، ويبقى في طبعا يعني سرعه انهاء المفاوضات مع اي لاعب دلوقتي الزمالك داخل معاه. يعني زي ما انت قلتي الزمالك محتاج لعيبه، اكيد طبعا محتاج لعيبه، الزمالك محتاج 11 لعيب جوه الملعب، يكونوا طبعا 11 لعيب طبعا يعني على مستوى عالي، بجانب كمان اللعبه الاحتياطي لازم تكون برضو على مستوى عالي، لان طبيعي احنا ما بنلعبش في بطوله واحده، بنلعب في اكتر من بطوله، فبالتالي الزمالك خلاص يعني وصل لمرحله انت بتجهز تيم كامل سواء بره او جوه، سواء لعيب اساسي او احتياطي لازم يكون على يعني على قد المستوى وعلى يعني على مستوى عالي جدا من الفنيات، فبالتالي الزمالك شغال دلوقتي على الملف ده. اكيد الملف طبعا يعني ملف مهم، ملف كبير، ملف مش هيخلص بسرعه، ملف محتاج تفاوض كبير جدا في ظل كمان الظروف اللي بيعاني منها الزمالك، فبالتالي الملف هياخد شويه وقت، لكن الجمهور شويه متسرع، الجمهور شويه عايز الصفقات تطلع بسرعه، لكن الى حد ما في التأني برضو الوضع بيبقى افضل شويه، ان اساس ان الدنيا بتبقى يعني انا اختار اختيار جيد مش اي اختيار وخلاص. فيمكن اعتقد ان يعني ممكن خلال ساعات او خلال ايام قليله جدا يكون كل حاجه ان شاء الله طلعت للنور وكل حاجه تم يعني تم الاعلان عنها. لا شك ان الزمالك بيعاني من ازمات كتير، من يتحمل الظروف اللي بيعاني منها الزمالك دي؟ المجلس يعني الحالي ذنب ده ذنب مين؟ المجلس الحالي تحمل المسؤوليه على يعني بالظبط يعني ازمات الزمالك فيها بقاله سنين، فبالتالي المجلس الحالي يمكن نقدر نقول مجلس انقاذ، ان هو بيحاول ينقذ ما يمكن انقاذه، لان نادي الزمالك طبعا نادي كبير وهيفضل كبير، لكن المسؤوليات اللي موجوده دلوقتي مسؤوليات كبيره جدا، يمكن اهمها ملف ايقاف القيد، يمكن طبعا ملف صعب جدا، فلوس كتير جدا اتدفعت، ولسه في كمان يعني ازمه كمان بتاعه باتشيكو اللي المفروض ان هي يعني خلال ممكن الفتره الجايه برضو نلاقي برضو ازمه زي دي تاني تواجهنا. فالازمات كتيره جدا وبالتحديد الازمات الماديه، فدي عامله ازمه كبيره وعامله يعني عامله كمان مشكله كبيره، بجانب اللعيبه اللي بتشتكي او اللي مشت قبل كده وبيشتكوا، اللعيبه اللي بيحاولوا ان هم ياخدوا مستحقاتهم من المدربين وهكذا، الحقيقه يعني الموضوع صعب جدا وازمات كتيره جدا يعني. فالمجلس الحالي مجلس انقاذ بيحاول ينقذ ما يمكن انقاذه، لكن يعني الجمهور يعني جمهور الزمالك احيانا ممكن بيوصل لمرحله لا احنا عايزين دلوقتي صفقات حالا، عايزين دلوقتي اللعيبه الجديده، عايزين دلوقتي البطوله. هل يلام على الجمهور في الحته دي؟ لا طبعا الجمهور يعني الجمهور لا يلام، الجمهور لا يلام في اي حاجه، لان الجمهور هو جمهور، فالجمهور دوت هو بيبقى نبض يعني نبض النادي، هو اللي بيبقى شايف الوضع، الجمهور لو شايف الدنيا كويسه انا شايف الدنيا كويسه
الجمهور برضو ما يعرفش الكواليس فيها ايه، ما يعرفش يعني ما وراء يعني ما ازمات نادي الزمالك يعني، او الديون اللي علينا دي ما فيش حد ما يعرفهاش كبيره. لا كتيره، بس هي الفكره كلها بتوصل خلاص لمرحله اللي انت لا انا عايز الصفقات دلوقتي، فين الصفقات دلوقتي، انا محتاج الصفقات دلوقتي، انا عايز اللعيبه، انا عايز كذا. فهو يمكن عشان انت شايف انه خلاص انت يعني سوء التدامات حاليا، فانت لو ما دعمتش دلوقتي فالناس مستعجله قلقانه شويه متخوفه، طب يعني ما فيش اسماء متداوله، طب والاسماء اللي بتتداول طب لسه ما فيش حاجه بشكل رسمي تمت، فعشان كده بتبقى الناس قلقانه شويه. بالظبط، هو قلق وتوتر وخوف على ناديهم برضه، هي حب حبا طبعا في النادي. الناس كلها بتفكر في ماتش السوبر الافريقي اللي جاي، فالناس كلها بتفكر في يعني الكونفدراليه اللي انت لازم تاخد البطوله تاني، الناس كلها بتفكر في الدوري، الناس عايزه السنه الجايه الدوري يبقى زملكاوي، يا اما انت لو يعني لو ربنا ما وفقش وخدت الدوري تبقى انت مركز تاني، لان انت عمال تلعب بطوله الكونفدراليه، الزمالك وضعه دوري الابطال، فهي كل ده يعني كل ده تمام، بس الجمهور يقدر بقى فعلا يعني يعني ياخد موقف لو عدى سوق الانتقالات وانت ما عملتش صفقات، ساعتها بقى تعالى حضرتك ليه ما عملتش صفقات. فاهمك، ان انت تقدر ان انت تمثل الضغط ده بعد سوق الانتقالات. خلاص ما هو الباب اتقفل وما فيش صفقات مثلا، انا بديكي مثال، خلاص لا الجمهور ساعتها بقى الوضع طبعا بيختلف، لكن انت دلوقتي لحد ما الناس شغاله على الملف والناس بتحاول تعمل الصفقات في ظل طبعا الازمات اللي موجوده، في ظل الازمات الماديه اللي موجوده، فده طبيعي جدا يبقى الجمهور بس عارف اللي هو قاعد ايه، يعني انا قاعد كده قلقان وباصص لك بصه قلق، فانا عايز يلا الصفقات دلوقتي. لكن في حاله بقى ان انت ما فيش صفقات خالص، لا ساعتها بقى الجمهور يعني خلاص يتكلم بقى ويقول لا احنا كنا يعني ساعتها. هل ما كانش متوقع يا عصام هذا الكم او هذا الحجم من المشكلات؟ نقدر نقول كان متوقع مش متوقع، كان متوقع ان المفروض طبعا المجلس يعني مجلس الكابتن حسين لبيب كانوا جايين وعارفين الوضع عامل ازاي والازمات اللي هتبقى موجوده، لكن للاسف يعني بيظهر ازمات تاني وانت ماشيه في الطريق كده، بتظهر ازمات تانيه بتبقى الموضوع بيبقى اصعب اكتر، الموضوع بيبقى ضغط اكبر، فبالتالي كل ده عمل لود كبير جدا على المجلس. فبقى يعني انا على مثلا خزينه النادي كمان طبعا طبعا، انا مثلا بدل ما بحل مثلا خمس ازمات لا انا لقيتهم 12 ازمه، او انا كنت جاي عامل حسابي ان هم خمس ازمات اتفاجئت ان هم بقوا الضعف 12 15 ازمه، انا داخل انا داخل في حاجات كتيره جو يعني كتيره وحاجات الوضع فعلا فيها صعب ومحتاجه فلوس كتيره ومحتاجه ازمات، يعني لا الموضوع يعني الموضوع كبير جدا، فبالتالي المجلس تحت ضغط كبير جدا، تحت لود كبير جدا، بس طبعا الناس شغاله على يعني على كل الملفات، اهم حاجه ملف التدعيم بتاع طبعا لعيبه القدم، فهو ده الملف الاول. وخلي بالك الزمالك لو ربنا كرمه وخد السوبر الافريقي الى حد ما هتلاقي الدنيا اهدى شويه وهتلاقي الوضع افضل شويه، لان دي بالنسبه لي ده ماتش الموسم. لا هو تبقى تاني بطوله بقى انت بالنسبه لك، فانت تبقى الدنيا بالنسبه لك احسن وافضل مليون الف مره. بالزبط. وماديا كمان. بالزبط. يعني خلينا نفكر احنا برضو، خلينا تفكيرنا مادي، لان انت كمان يعني عندك ازمات ماديه كتيره جدا، فانت محتاج فلوس كده كده يعني. بالظبط، فعشان كده بقول لك هي السوبر الافريقي حتى البطوله يعني الزمالك ربنا وفقه وخد البطوله هتلاقي الدنيا شويه اهدى واحسن وافضل. بالزبط. وكمان امام الغريم التقليدي فالوضع بيبقى يعني افضل شويه واكثر استقرار. انا متفائله بالسوبر الافريقي ده، ومتفائله بالحاله اللي عليها اللعيبه حاليا، يعني انا متاكده ان اللعيبه متضايقه عصام من مش كاس مصر ده، لا كاس مصر اللي كان في السعوديه. انا متاكده ان اللعيبه يعني متضايقين، عارف اللي هم عايزين يردوا في الملعب. بالظبط، محتاجين هم لازم يردوا في الملعب. والزمالك كان افضل، الزمالك كان دي الفكره. انه الخصم اللي قدامك كان تمام وكل حاجه، بس انت اعلى منه في ارض الملعب مليون الف مره، واصابه زيزو كمان، وزيزو كان مصاب، لا انت كان كعبك عالي عليه خمس ست اضعاف. ولكن كان توفيق يعني بالظبط وكلام كتير، ولكن عشان كده بقول لك انا متفائله بالسوبر ده من اللعيبه. بص هي لعيبه الزمالك طبعا في الحالات اللي زي كده بيظهر يعني اللعيب بيظهر وبيأدي يعني بيقدم كل حاجه عنده وبيحاول يطلع كل حاجه عنده، لكن الفكره كلها بتبقى ان يعني انا العب بس انا محتاج اكسب. انا ممكن العب عادي جدا 90 دقيقه ويجي المنافس بيخطف جون خلاص هو برده، والتاريخ بيذكر اللي كسب مش اللي لعب، فبالتالي اعتقد درس كاس مصر اللي فات ده كان درس ان انت لعبت والمنافس اللي كسب، فانت محتاج السوبر الافريقي تلعب وتكسب. ده يعني خلاص مفيش يعني انت مفيش خيار قدامك تاني غير كده تلعب وتكسب، لكن لو انت لعبت وخسرت لا الوضع برضو انت يعني انت كده ما عملتش حاجه يعني مهما كان،
فانا بالنسبه لي وجهه نظري وجهه نظر برضو يعني جمهور كتير جدا، السوبر الافريقي اللي جاي هو ده ماتش الموسم طبعا، ماتش بالنسبه للجماهير هو مباراه ماتش الموسم، وبالنسبه للاداره برضو ماتش الموسم، لان كل التدعيمات اللي الزمالك بيحاول يعملها دلوقتي عشان خاطر يعيدهم في طبعا في يعني في القائمه الافريقيه قبل السوبر الافريقي. وعندنا كمان خلي بالك برضو قبلها مواجهتين مع الشرطه الكيني في الكونفدراليه بالظبط. لكن الماتشات اللي يعني اللي زي كده بلعيبه الزمالك اللي موجوده دلوقتي بدعم كمان اللي هيبقى موجود بقى من عبد الله السعيد وناصر ماهر بصفتهم ان هم يلعبوا بقى بطوله الكونفدراليه ديت، فلا اعتقد ان يعني الماتش ده هيبقى يعني الزمالك يبقى يعني هيبقى في المتناول، مش هيبقى صعب. لكن انا العين عندي يعني من دلوقتي على السوبر الافريقي، هو ده اللي مهم جدا. وزي ما قلت لك ده ماتش الموسم، الزمالك كسب الماتش ده اعتقد هيكمل الموسم اللي جاي بشكل يعني اهدى واكثر استقرار سواء اداري او فني، والوضع هيبقى افضل من كده مع وجود طبعا التدعيمات، وتكون التدعيمات طبعا قويه زي ما قلنا. انت محتاج دكه مع القويه مع اللعيبه اللي موجوده طبعا معاك حاليا في الفريق الاساسي. رايك كيف فتره الاعداد اللي بيعملها مستر جوميز حاليا اللي بيتخللها 3 وديات؟ اكيد طبعا فتره اعداد كويسه جدا، احنا كنا محتاجين ده. جوميز لما جه اول مره ما كانش فيه فتره اعداد وما كانش، والراجل كان جه بعد كمان التدعيمات ما جات، وبعد خلاص ما عدى الوقت ساعتها اللي كنا في فتره توقف الدولي، خلاص كان عدى كل ده. جوميز جه اشتغل على طول تدريبات على طول. دلوقتي جوميز معاه فرصه ذهبيه، واخد اللعيبه في معسكر مغلق، هيبتدي بقى يطبق سياسته ويطبق فلسفته ويطبق كل حاجه هو عايزها استعدادا للموسم الجاي. كل السلبيات اللي ظهرت عليه او هو شايف ان هو كان سلبي فيها خلال الفتره اللي فاتت هيقدر بقى يعني يظبطها في المعسكر ده. احنا من زمان جدا كنا بنطالب ان لازم المدير الفني هو يعني هو اللي يختار اللعيبه، وهو اللي يكون موجود مع اللعيبه في طبعا في بدايه الموسم. المعسكر كمان يبقى هو اللي موجود فيه، فدي حاجه ايجابيه جدا ان هو يكون معاهم الفتره دي يعني في معسكر مغلق. اعتقد المعسكر هيبقى ناجح جدا جدا، خصوصا كمان ان هيلعب يعني الثلاث وديات مع الانصار ومع الشعلة السعودي برضه ناديين كبار، ومع الشرطه العراقيه. اعتقد ان هي هتكون منافسات قويه الزمالك هيبني عليها جدا الفتره شايف الجايه. ازاي كمان عوده حسام اشرف لصفوف الفريق، وقد ايه هو اضافه مع جوميز ان شاء الله الفتره اللي جايه؟ حسام اشرف ظهر الفتره اللي فاتت مع البلديه بشكل كويس جدا، وكان من بينافس بالظبط، وكان يعني بالظبط يعني كان من مهاجمين الدوري او كان من هدافين الدوري مع فيستون مايلي ومع اسامه ابو علي. لكن الحقيقه حسام اشرف برضو ايا كان نادي البلديه، طبعا محترم نادي البلديه برضو، انت محتاج تثبت يعني كفاءتك ومستواك اضعاف اللي انت كنت بتعمله في البلديه. انت دلوقتي هتبقى مع نادي الزمالك، وارد جدا تكون انت المهاجم الاساسي، وارد جدا تكون انت المهاجم اللي يعتبر يعني اللي مستر جوميز هيبقى شايف ان انت هتبقى الحل السحري ليه. لو مثلا في حاله مثلا الجزيري ما توفقش او حاجه، هتبقى انت خلاص انت اللي قدامي، انت الحل اللي قدامي، فلازم يبقى بشكل افضل. يبقى المهاجم الثاني مع الجزيري بالظبط بالظبط. واعتقد ان هو ممكن كمان لو هو شد على نفسه اكتر ممكن يبقى هو يعني هو الجزيري ماشيين في نفس الليفل مع بعض. فاعتقد ان ممكن يبقى يعني هو ممكن لو يعني لو ساب الكفاءه اكبر ممكن كمان يبقى يعني هو المهاجم الاولاني، خصوصا كمان ظهر فعلا الفتره اللي فاتت بشكل كويس جدا بالزبط. لو جينا نتكلم كمان عن اللعيبه الناشئين اللي ظهروا الفتره الاخيره مع مستر جوميز او اللي اكتشفهم مستر جوميز، رايك فيهم ايه ومين اللي لفت نظرك؟ بصي هم الحقيقه يعني هم خامه، يعني هي خامه مبشره بس ينقصهم برضو الخبرات بشكل يعني بشكل ملحوظ يعني. فلازم برضو يبقى فيه لحد ما اللعيب اللي هيستمر في الزمالك الفتره الجايه ناشئ، لازم يبقى طبعا مستواه افضل من كده، ويبقى يحاول ان هو يشد على نفسه اكتر من كده. واعتقد ان جوميز هيحاول ان هو يخليه بشكل افضل وبشكل احسن. يمكن في اكتر من لاعب يعني سواء مجدي او محمد السيد او طبعا محمود الشناوي حارس المرمى اللي الحقيقه الفتره الجايه برضو الزمالك هيعتمد عليه بشكل كبير، والحقيقه يعني هيبقى من الحراس المتميزين جدا. ففي اكتر من ناشئ، في بقى ناس ثانيه ممكن يكون ناقصهم برضو شويه خبرات او الزمالك مش هيبقى محتاجهم قوي، دول اعتقد ممكن يطلعوا اعارات زي ما حصل كده مع حسام اشرف وزي ما حصل مع احمد محمود. الظهير الايمن. فاعتقد ان الموضوع ممكن يبقى افضل شويه لو في حد طلع اعارات، اعتقد الوضع هيبقى افضل. لكن هتعتمد على الناشئين؟ اعتقد يعني ان في لعيبه هتعتمد عليها جوميز الفتره الجايه والناشئين. في منهم تقصد هيبقى مستمر، هيبقى هيفضل بالزبط. انت مين لفت نظرك؟ انا لفت نظري بصراحه احمد مجدي المدافع، كان بصراحه كويس جدا وكورته كويسه، ومحمد سابر في نص الملعب برضه كويس، وعلى راسهم طبعا محمود الشناوي. الحقيقه برضه محمود الشناوي الحقيقه كان مستواه مفاجئ لينا، وهو كمان لعب صدفه يعني، هو ما لعبش ان هو كان بيتجهز، لا ده هو لعب صدفه لما طبعا صبحي اتصاب، ولما ازمه محمد عواد كانت موجوده خلاص ما فيش قدامنا غير محمود الشناوي. ظهر الحقيقه بشكل كويس، وظهر كمان في ماتش بيراميدز بشكل كويس جدا. كانت اول مباراه لي الانطلاقه اللي شدتنا كلنا ليه. فاعتقد لا هو يعني هو خامه كويسه، اكيد برضه محتاج خبرات، بس هو كمبدئيا لا يقدر الزمالك يعتمد عليه ان هو يكون من
ضمن الحراس الاحتياطي طبعا اللي هم يكونوا موجودين الفتره الجايه. فاعتقد ان يعني الشناوي لو كمل هيبقى اختيار كويس يعني. بما اننا اتكلمنا عن حسام اشرف نروح لاحمد محمود اللي جاي من الجونه، وقد ايه برده ممكن يكون اضافه لخط الدفاع مع ماستر جوميز؟ احمد محمود من اللعيبه اللي ظهروا في مركز الظهير الايمن بشكل كويس قوي، ويمكن الكابتن علي عبد العال المدير الفني للجونه كان بيعتمد عليه بشكل كبير، واللعيب الحقيقه من فعلا العناصر الكويسه اللي يقدر يكون موجود مع عمر جابر، ويقدر يكون موجود بديل لعمر جابر يعني جابر، وبديل جيد يعني، مش بديل ان انا لسه هحاول اشوف اللعيب ايه او هو ناشئ، لا هو مش ناشئ دلوقتي خلاص بالنسبه لنا. لعيب لعب في الدوري الممتاز ولعب مع فريق الجونه وظهر كمان بالشكل الكويس ولعب ماتشات كبيره قدام الاهلي وقدام الزمالك وقدام بيراميدز، فاعتقد ان هو هيبقى لعيب يعني هو رجليه في الملعب كده بلغه الكوره زي ما بنقول طبعا. فهو هيبقى لعيب كويس وهيبقى بديل جيد جدا لعمر جابر، او لا قدر الله مثلا عمر جابر اصابه او حاجه يقدر يعني يقدر ما انا بقول لك لا قدر الله يعني بصبوت. انت عارفه يعني يعني لعيبه الزمالك احيانا كده بيحصل كده حاجه كده بتخلي الدنيا بقى ايه يعني يعني سوء الحظ شويه سوء الحظ شويه بيجري ورانا. فاحنا لا يعني هو ان شاء الله هيكون بديل كويس جدا لعمر جابر طبعا يعني، ربنا يحميه عمر جابر ويعني ان شاء الله يكمل. واحد من افضل مواسم عمر جابر على الاطلاق الموسم المنقضي. عمر جابر رجعنا لايام زمان يعني، رجعنا الاول كده ما طلع لما كان فعلا طالع بشكل كويس جدا وبشكل جيد جدا الحقيقه، كان مكسر الدنيا. لا بصراحه عمر جابر يمكن كمان حتى يعني عدم اختياره للمنتخب كان بصراحه يعني الموضوع غريب شويه، ويمكن هو علق على الموضوع دوت عنده كمان على انستجرام، فيمكن تقريبا يعني سواء زملكاوي او اهلاوي او ايا كان متابع للكوره كان بيسال هو فعلا هو فين عمر جابر وازاي عمر جابر مش موجود يعني. كان المنتخب كمان يعني في الوقت ده لا يحتاج لعمر جابر طبعا، انت محتاج عمر جابر دلوقتي يعني، انت كابتن حسام حسن انت محتاج عمر جابر دلوقتي، محتاج عمر جابر خصوصا كمان انت ما عندكش غير محمد هاني بس هو اللي يعني هو اللي يعني هو اللي هو الظهير الايمن بالظبط، وخاصه انه لا لو جينا نقارن لا عمر جابر يعني عامل موسم عظيم طبعا طبعا. عمر جابر انت تحطه في التشكيل وتبني عليه بصراحه بالظبط يعني كابتن حسام حسن بقى، فبصراحه عدم اختياره ده كان غريب جدا، ويمكن هو كمان يعني يعني حتى عمر جابر يعني هو خرج عن صمته، هو اتكلم يعني حط كده فيديو كده ليه ملخص لمسات وحاجات يعني، لا الموضوع فعلا بصراحه عمل موسم عظيم طبعًا. جدا يعني يستاهل ان احنا نشكره ونشكره عليه، وطبعا اكيد طبعا كان يستاهل. هطلع فاصل قصير يا عصام وبعد كده نطلع ونكمل نرجع بعدها ونكمل كلامنا مع محمد عصام الناقد الرياضي. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين كلامنا مع محمد عصام الناقد الرياضي. كنا قبل الفاصل بنتكلم على عمر جابر وتألقه الموسم اللي فات. مين تاني من اللعيبه شفت ان هو تألق بشكل كبير جدا الموسم اللي فات وبتطلب ان هو طبعا يستمر في تألقه ان شاء الله الموسم اللي جاي؟ طبعا محمد شحاته وناصر ماهر وعبد الله السعيد وان شاء الله احمد حمدي ربنا يشفيه. احمد حمدي اللي احنا بصراحه يعني كابتن ماجد بالظبط الزمالك خسر والله الزمالك يعني خسر الاصابه بتاعته دي، بس الحمد لله يعني يعني قدره، بس الحمد لله يعني ان شاء الله يعني يقدر يرجع تاني احسن. طبعا في برضو يعني عمر جابر كنا بنتكلم عن عمر جابر اكيد طبعا دونجا. بص اللعيبه كلها الحقيقه كانت لعيبه كويسه، بس احنا بس الفكره كلها الزمالك محتاج شويه تدعيمات يعني يعني بشكل افضل، وتبقى الدنيا بقى خلاص انت كده معاكي فريق متكامل في كل حاجه تقدري بقى تنافسي بقى على كل البطولات السنه الجايه. ايه الصفقات او ايه التدعيمات اللي الزمالك محتاجها؟ اكيد طبعا الزمالك محتاج يعني يعني مركز الظهير الايسر خلاص يعني الزمالك خلاص جاب يعني جاب المغربي بانتايك خلاص القصه خلصت. في ممكن الزمالك يبقى محتاج مدافع، محتاج نص ملعب اكيد يعني مكان رؤى، لان رؤى خلاص كده ما بقاش موجود. نتمنى له التوفيق طبعا. بالظبط اكيد الزمالك محتاج وينج برضه، لازم يبقى في وينج ليفت موجود يقدر ان هو يعني يعني يعدل الكفه شويه تبقى الدنيا افضل. زيزو كده كده خلاص مكمل. اعتقد برضه المهاجم يعني بعد حسام اشرف ممكن يعني ممكن الزمالك محتاجش مهاجم تاني، فاعتقد يعني ممكن تتعمد تبقى يعني في اقصر الحدود يعني او اضيق الحدود. لكن اكيد يعني لازم تبقى تدعيمات قويه وتدعيمات تضيف للفرقه بشكل جيد وبشكل افضل، ان هو زي لعيب بيبقى جاي يعني او مستواه عالي وقوي يقدر بقى يخش كده يعني بلغه الكره في الترس ويمشي بقى خلاص يعني الفريق معدل الفريق يمشي زي ما هو. انت بناء عليه طبعا بتجيب لعيبه عندها خبرات كتيره ولعيبه بتقدر تتعامل مع الجماهير سريعا وتندمج طبعا مع الفرقه سريعا. بالظبط، وتبقى كمان ارقامه كويسه ويبقى اللعيب بالظبط لعيب كمان يعني يعني على المستوى الفني خلال الفتره الاخيره ماشي بشكل ثابت وبشكل جيد جدا. انت اللعيب هيجي مش هيلعب بطوله واحده ولا اثنين، ده هيلعب ثلاث اربع بطولات، فطبيعي ان انت محتاج لعيب يبقى يعني جيد جدا. وزي ما قلنا ال11 لعيب اللي في الملعب بيبقى هم يعني بيبقى هم افضل 11 لعيب، لازم كمان اللي على الدكه يبقى زيه. لكن اللي على الدكه مثلا يبقى يعني مستواه اقل او حاجه اكيد الموضوع بيبقى صعب شويه. فعشان كده ان شاء الله يعني احنا يعني احنا يعني املنا كبير ان شاء الله ان التدعيمات تبقى افضل،
ويعني احسن خلال الفتره الجايه، ويبتدي الزمالك يعلن بقى عن الصفقات اللي تعاقد معاها يعني. يا رب ان شاء الله. وشايف ازاي ان شاء الله يعني، ان شاء الله ان شاء الله اتمنى عوده الونش وعبد الشافي قريبا يعني باذنك يا رب. طبعا الونش يعني الونش بالتحديد هيعمل طفره كبيره جدا جدا يعني في خط الدفاع اعتقد، يعني بجانب المسلوسي اللي وصل لمستوى عالي جدا، بجانب كمان حسام عبد المجيد الحقيقه برضو اللي خلاص يعني يعتبر كده يعني من اللعيبه الاساسيه المهمه جدا في الزمالك، لاعب منتخب اولمبي بالظبط خلاص يعني، يعني وصل كده يعني كده بالنسبه لنا ما بقاش بقى لعيب يعني صغير او ناشئ، لا خلاص كده لعيب خلاص كده اساسي في الفريق ولعيب كبير. فاعتقد لا يعني يعني عوده الونش دي هتبقى عوده ناجحه جدا. عوده عبد الشافي الحقيقه اللي كلنا يعني بنستناها، عبد الشافي من اللعيبه الكبار جدا جدا، يمكن كمان والده كمان لما طلع اتكلم هنا في قناه الزمالك وقال ان هو ان شاء الله موجود ومكمل ومش هيعتزل، دي يعني دي الحقيقه كانت حاجه يعني بسطت الجمهور جدا طبعاً. وخلت الجمهور كله يعني الحقيقه يعني في حاله نشوه وفي حاله كده فرح ان فعلا ان عبد الشافي مكمل. فاعتقد يعني وجود عبد الشافي يعني بجانب بنطايك بجانب ان شاء الله باذن الله فتوح يعني ان شاء الله باذن الله لما ربنا يكرم ويرجع اعتقد الموضوع هيبقى يعني كويس جدا للزمالك يعني. يا رب ان شاء الله. بقول لك كمان عصام، فكره ان احنا يعني الموسم ده لو تاخد بالك الزمالك بيتمتع بميزه انه المدير الفني اللي انهى الموسم معاه هو المدير الفني اللي هيعمل معاه فتره الاعداد وان شاء الله يكمل مع الموسم. ما هي دي النقطه كنا بنتكلم فيها، ان هو المدير الفني هو اللي داخل معسكر الاعداد وهو اللي موجود مع اللعيبه وهو اللي عارف الوضع ايه بالظبط خلاص يعني. جوميز دلوقتي ما بقاش غريب علينا مش لسه بيجرب، لا خلاص جوميز كده جرب وعمل كل حاجه، هنبقى مستنيين بقى ان شاء الله الموسم اللي جاي، لا جوميز هيبقى بشكل افضل وبشكل احسن بجانب التدعيمات اللي هو مختارها واللي هو عايزها هي دي اللي جايه. فخلاص هو كده بقى يعني الراجل الاول في يعني في المنظومه، بيبتدي هو بقى اللي بيحرك الدنيا بشكل يعني بشكل ثابت وبشكل خلاص يعني يرضي طموح جماهير الزمالك. خلاص يمكن جوميز لما جه الموسم اللي فات كان جاي في نص الموسم، كان الزمالك فقط خلاص بالزبط. يعتبر الى حد ما بعد شويه عن الدوري الى حد ما يعني، فالوضع ما كانش افضل حاجه، لكن خلاص انت بقى كده كده بادئ الموسم اللي جاي معاك كل حاجه، معاك كل الامكانيات، متوفر لك كل حاجه، الاداره موفره لك كل حاجه، فخلاص يعني جمهور الزمالك بقى مستني النتيجه. نتيجه هتكون ان انت تتوج بالبطولات اللي انت هتلعب عليها، واكيد طبعا يعني توفيق ربنا هو طبعا اولا في القصه دي، واولها السوبر الافريقي. هو ده الماتش اللي بالنسبه لي هيبقى ماتش الموسم، الزمالك كسب الماتش ده خلاص الدنيا مشيت وعدت. عصام لوهله نسي ان هو ناقد رياضي وابتدى يبقى مشجع. بقول لك والله الوضع يعني بصراحه، لا هو فعلا السوبر الافريقي هو ده يعني هو ده الماتش اللي الموسم الجاي خلاص يعني هو بالنسبه له هيبقى القصه مختلفه. نفس الوضع برضه بالنسبه للاهلي، الاهلي برضه يبدا الموسم ان هو ياخد السوبر الافريقي، ده برضه الوضع برضه بيبقى بالنسبه له هيبقى يعني دفع ان شاء الله يبقى جداً. السوبر الافريقي زملكاوي ان شاء الله ويسعد جماهير نادي الزمالك، لان هي اكيد طبعا بطوله هتبقى غاليه عليهم طبعاً. بشكل كبير جدا طبعا. وانا دي حاجه طبعا واثقه منها، جمهور ورا الفريق في كل حته كده وفي كل كده مكان ومساندين وداعمين دايما يعني، فيستاهلوا بصراحه الفرحه دي بالظبط. اكيد اكيد يعني عشان كده بقول لك فعلا، لا يعني الكل مستني السوبر الافريقي، الماتش هيكون ماتش قوي جدا جدا اكيد طبعا. هو سابق الاوان دلوقتي ان احنا نتكلم فيه، بس فعلا خلاص يعني هو بيبتدي، احنا خلاص داخلين كده على شهر سبتمبر هيبتدي العد التنازلي او هو بدا خلاص بالفعل، فخلاص الناس كلها تبتدي بقى تفكر في السوبر الافريقي. ما اعتقدش يعني لدرجه ان في ناس فاكره ان الزمالك ما عندوش ماتش الفتره الجايه الا السوبر الافريقي، والزمالك كده كده عنده ماتشين في الكونفدراليه بس، الناس بص على السوبر الافريقي يعني الناس حتى كمان بتتكلم التدعيمات عشان السوبر الافريقي. احنا بنتكلم انت عندك كونفدراليه سوبر افريقي بعد كده بتبدا بقى خلاص الدوري عندك بقى. بالمناسبه انت هتبدا تاني نفس الرحله بتاعت الموسم اللي فات اللي هي ضغط المباريات، والموضوع ده طبعا احنا اشتكينا منه كتير، وان اللعيبه يعني الموضوع بيبقى صعب جدا بدنيا عليهم، فازاي جوميز يتعامل مع ده؟ يعني انا اللي يخصني برضه في النهايه بصراحه الزمالك، ازاي جوميز يعني يتعامل مع ده، خاصه ان هو كمان كان مستاء جدا من الموضوع ده وعلق عليه الموسم اللي فات في احدى المباريات بعد المباراه، يعني قال انه اللعيبه تعبانه يا جماعه وانه ضغط المباريات ده صعب جدا وان انا بلعب مباراه كل يومين، وعلق على ده بشكل كبير جدا وكان مستاء جدا من الوضع يعني. هو اللي اشتكى مش جوميز بس، اللي اشتكى تقريبا كل مدربين الدوري المصري الحقيقه. الوضع ده لازم يتغير، حتى كمان في ظل الانباء اللي بتتقال ان ممكن الدوري يبقى زي ما هو بنفس النظام بنفس السيستم، اعتقد ده هتبقى حاجه يعني انا بالنسبه لي كارثه للعيبه، الموضوع هيبقى صعب جدا جدا. عندنا الفتره الجايه ارتباطات كتيره، عندنا الفتره الجايه ارتباطات خاصه بالمنتخب، فالوضع مش هيبقى افضل حاجه. فاعتقد لو احنا هنمشي بنفس نظام الدوري ده بنفس الضغط وبنفس الثلاث اربع طبعا مباريات كل
او 3 4 ايام مباراه. لا الكلام ده اعتقد ان هو لا الكلام ده مش هينفع خالص مع اللعيبه الفتره الجايه، خصوصا كمان ان هم بقى لهم فتره كبيره في الضغط ده. يعني هم في الضغط ده هو مش الموسم اللي فات بس، لا ده الموسم اللي قبليه واللي قبليه. فلا لازم الموضوع يبقى ليه حل، حتى لو هيتم عمل اللي هو الدوري يعني زي ما بيتقال برضه ان ممكن يبقى فيه دوري مجموعتين اي حاجه. المهم ان تبقى اللعيبه واخده يعني راحه فتره طويله، ما بقاش فيه الضغط اللي احنا شايفينه الفتره اللي فاتت. لا الموضوع هيبقى صعب جدا، وهياثر كمان على الفريق او هياثر على اي فريق بينافس على البطولات. الموضوع هيبقى صعب جدا بالنسبه له، وهياثر كمان على منتخب مصر ان اللعيب اللي جاي المنتخب. انت عندك كاس امم بالظبط، يعني احنا بقول لك عندنا ارتباطات كبيره جدا، فالوضع هيبقى صعب ان انا اجيب لعيب مضغوط في الدوري واضغطه كمان مع المنتخب. اكيد اللعيب ده هيقع مني في يوم اكيد، وده هتبقى خساره للكل سواء للنادي او للمنتخب. فلازم يبقى القصه دي لها حل، ولازم يبقى في حل جذري كمان. يعني احنا فكره ان انا برضه همشي بنفس نظام السنه اللي فاتت، لا ده كده تقريبا انتحار للعيبه. فالوضع اعتقد مش هينفع بالشكل ده، فلازم يبقى في حل. المدير الفني ذات نفسه ما عندوش حل للكلام ده، لان هو خلاص يعني هو محطوط له جدول وبيعمل ار ريكفري وبيعمل كل حاجه للعيبه، بس برضه الضغط صعب جدا، والضغط اللي بيبقى فيه اللعيب ضغط مش طبيعي. بالذات كمان لو هو لعيب دولي يعني معاه المنتخب ومعاه كمان النادي بتاعه، فالوضع هيبقى صعب جدا. فلازم الحل يبقى من عند المسؤولين اللي هيبقوا طبعا على يعني على الجدول الدوري. يعني لازم حل مش هينفع الدوري يعني اللي نفس النظام ده، لا صعب صعب جدا، ملهاش لا ملهاش. فالموضوع يعني الحقيقه فلا لازم يبقى فيه يا اما زي ما انت قلت كده المجموعتين، يا اما انت هتشوف حل للقصه ديت. لازم يبقى في حل للقصه دي، مش هينفع الضغط دوت على اللعيبه للسنه تقريبا الرابعه والخامسه على التوالي. انت عارف انا كمان عندي مشكله انا كزمالك مثلا في حسام عبد المجيد وزيزو وشحاته، لان هم كانوا لسه راجعين من منتخب اولمبي، وفي منهم شارك معايا في كاس مصر. المفروض دلوقتي عندي كمان استعداد للموسم الجديد. بالمناسبه انت شايف ان يعني فتره الاعداد دي كافيه بشكل كبير جدا بالنسبه لجوميز لانطلاقه الموسم الجديد؟ كافيه طبعا، كافيه كافيه. يمكن برضو الفتره مش كبيره قوي، لكن في نفس الوقت برضو ما فيش ضغط بصوره يعني كبيره. الوضع الى حد ما يعني اهدى شويه بالنسبه له، واخد اللعيبه برضو يعني الحياه في برج العرب الدنيا هناك اهدى شويه، والدنيا هناك كويسه بعيده خالص بقى عن اي يعني عن اي ازمات او اي حاجه. فالحقيقه الوضع الحياه بيبقى افضل شويه، والدنيا بتبقى احسن شويه يعني. فاعتقد ان لا المعسكر هيبقى كافي، المعسكر هيبقى كويس جدا جدا ليه، معاه كل اللعيبه، معاه كل الناس كلها اللي موجوده معاه. فالحقيقه لا الوضع هيبقى كويس، ويعني بجانب كمان المباريات الوديه بيبقى الوضع فيها يعني اعتقد ان المباريات الوديه هتبقى يعني على شكل المباريات هتبقى كويسه، او هتبقى 3 مباريات الحقيقه على مستوى. فاعتقد ان شاء الله هتبقى الدنيا افضل يعني خلال الفتره الجايه بالنسبه للزمالك. ونتمنى ان التحضير للموسم يبقى تحضير يعني على اعلى مستوى، اللي ان شاء الله يرضي بقى طموحات جماهير الزمالك يا رب ان شاء الله. ودي حاجه طبعا انا برضو اتمناها، انه ان شاء الله يبقى الموسم اللي جاي يبقى موسم خير على نادي الزمالك وعلى جماهير نادي الزمالك، اللي انا بشوفها بجد يعني بجد اكتر جماهير يعني تعبت فعلا في الموسم اللي فات وفي العالم. يعني عايزه اقرا معاك دلوقتي عصام واحد بيان حالا جالنا من مهرجان العالمين النهارده. تمام. بينتهي مهرجان العالمين، وهي تعلن اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة 2024 عن انتهاء النسخة الثانية من المهرجان الأكبر في مصر والشرق الأوسط بمدينة العالمين الجديدة، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد نجاح المهرجان بشكل غير مسبوق في تحقيق أفضل خدمة توعوية وتثقيفية وسياسية وتنموية ومجتمعية للدولة المصرية وأبنائها، وذلك بتنفيذ عدد غير مسبوق من الفعاليات الشاملة ومشاركة جميع أطياف المجتمع المصري وفئاته العمرية والصحية والاقتصادية والتعليمية، واستقبال زوار من 104 جنسية لدولة أجنبية، وكذلك عدد كبير من المسؤولين والدبلوماسيين العرب والأجانب بعدد قياسي من ساعات العمل المستمرة، حيث استغرقت الأعمال التحضيرية والتجهيزية أشهر طويلة من العمل الشاق لضمان أعلى معايير الجودة والأمان، حتى انطلق المهرجان وتواصلت الفعاليات على مدار 50 يوما تقريبا دون انقطاع منذ الصباح الباكر وحتى منتصف الليل، بمشاركة عدد كبير من المصريين والعاملين والمتخصصين والفنيين والشركات والمؤسسات، وبتغطية حية على الهواء مباشرة على معظم المنصات الإعلامية والصحفية المرئية والمرئية
المسموعة والمقروءة ورقيا وإلكترونيا، ومتابعة عدد كبير من وسائل الإعلام والصحافة الإقليمية والدولية، وذلك بعد تحقيق نجاح هائل في الترويج لمصر سياحيا وتنمويا وارتفاع معدلات المبيعات الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية والإقبال السياحي متنوع الجنسيات بالساحل الشمالي والمحافظات المحيطة، محققا كامل أهدافه التي أقيمت هذه النسخة من أجلها. هذا وتتقدم اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة بالشكر والتقدير لكل المصريين الذين شاركوا في إنجاح هذا الحدث الضخم، ورئاسة مجلس الوزراء المصري وكل الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات المعنية والتابعة على التعاون والمؤازرة وتذليل العقبات والمشاركة الإيجابية والدعم الكامل للمهرجان. كما تتقدم بالشكر للشركات الخاصة مقدمة الخدمات والهيئات الراعية وأصحاب الأنشطة الخاصة المشاركين والأيادي العاملة من الشباب المصري. كما تثمن إدارة المهرجان دور أطقم العمل الإعلامية والصحفية والإبداعية التي صقلت ونقلت هذا النشاط الكبير لمصر والعالم في أبهى صوره. كما تؤكد اللجنة العليا المنظمة للمهرجان والتي تتشكل من الأستاذ عمرو الفقي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة وقصوى الخلالي مدير المهرجان مهرجان العالمين الجديدة والتخطيط والمحتوى، وعمر أحمد المدير التنفيذي للمشروعات والتنسيق، وأحمد فايق المدير التنفيذي للمحتوى الفني والدرامي، ونشوى جاد مدير المواقع والتطبيقات الإلكترونية للمهرجان، وفتحي بدر مدير المتابعة والتنظيم، وطارق شرف مدير الأنشطة الترفيهية، وعلي مرعي مدير التسويق والرعاية الإعلانية، وأمجد سلامة المدير المالي والإداري، ووائل عبد العزيز مدير العلاقات العامة، أستاذ محمود التوني مدير التشغيل والتنفيذ الإعلامي، ومحمد عبد الباقي مدير المركز الصحفي والإعلامي، وإبراهيم عبد الجواد المتحدث الرسمي باسم مهرجان العالمين الجديدة، ولما جبريل المتحدثة الرسمية باسم المهرجان والشركات المساهمة في إقامة وتنظيم المهرجان هذا العام UNBBEE وإيجيبشن أور أوتدور والذين DS وتذكرتي BOD جروبس وآيتس وكليكس و30 ديجريز والذين يمثلون جميعا الإدارة والتنفيذ الكاملين للمهرجان على تقديم نسبة 60% من أرباح مهرجان العالمين الجديدة هذا العام دعما للقضية الفلسطينية، وذلك سيرا على نهج الدولة المصرية وقيادتها العظيمة التي تبني القضايا تقديم أفضل ما لدى جمهورية مصر العربية لحماية حق الشعب الفلسطيني والتاريخي والإنساني في الحياة. هذا وتعرب إدارة المهرجان عن خالص تقديرها وشكرها وعميق امتنانها وعرفانها لمؤسسة الرئاسة المصرية والقيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التكليف والتشريف بكل ما يدعم بناء الإنسان المصري وصناعة وعيه. دعينا الله عز وجل أن يجمعنا والمصريين وقيادتنا الرشيدة على الخير مجددا عام 2025 بأفضل حال، حتى نلتقي في النسخة الثالثة من مهرجان كل المصريين مهرجان العالمين الجديدة. طبعا يعني واحد من أهم المهرجانات اللي كانت موجودة هذا العام مهرجان العالمين الجديدة. عصام أنا كنت سعيدة جدا بوجودك معايا النهاردة، وطبعا هتتجدد طبعا اللقاء مرة أخرى. أنا بصراحة سعيد معاكي دايما وإن شاء الله بإذن الله موفقة دايما. مشكورة جدا مشاهدينا، طبعا بشكر حضراتكم على طيب المتابعة. كنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بشكر حضراتكم، شكرا.